واصل قدام الشاشه ويتابع 20 قناه مش قناه واحده بس. ويكونوا هم اساسا مشتركين يعني في مودعين في بنك معين، مثلا انت في اليمن بنك اليمن الدولي يقدم الخدمات، يروح يقول لهم اشتري يودع 1000 دولار واشتري اشتغل فوركس، يفتحوا لك يعمل لهم اشتراك معهم على بنك الاوروبيان بروفيت، واحد بنك اسمه بنك اوروبيان بروفيت، وهذا الاوروبيان بروفيت عامل له سيرفرات دوليه ويعطي باسورد يعني لبنوك، والبنوك هذه تجمع زبائن والزبائن هذول يشتغلوا. لا هذه تشتري لها تفرغ وتشتري لها معرفه في ادوات الاستثمار وتشتري استمراريه. يعني نحن انا مثلا كنا ندرس نحن الماجستير في الاردن، كانت الظاهره هذه منتشره في الاردن ايامها. يعني كان معنا زملاء ندرس نحن وهم كانوا يغيبوا وبعدين بداوا يرجعوا، بعضهم لابسين بدلات وكرافتات ومعهم سيارات ايش حصل؟ انا معي كورس الان الاقتصاد والتغيير الماليه مع في الاكاديميه الرقميه اون لاين. تكلم مع الدكتور قال هذه يعني اقل من 6% هم اللي يربحوا في هذا. ايوه صحيح، لانه ما قلت له خساره. شوف هو يعني لا يعني تواتي ظروف بعض الاحيان انه ممكن تربح. انت الان مثلا هو يبدا يقول لك انت اذا بتتدرب يعني يعمل لك حساب يسمى دومي اكونت، دومي وهمي يعني حساب وهمي مش حقيقي، ويقول لك اشتغل على هذا الحساب لمده شهر. هو كانه حقيقي يعني انت تنفذ اوامر شراء واوامر بيع بالضبط على طبعا كله بالكليك من الماوس. تشتري تبيع تشتري تبيع تشتري تبيع، اذا ضغط باي يعني اشتري، اذا ضغط سيل يعني بعت. طبعا انت ايش عندك الان؟ لو انت معك 1000 دولار في البنك وتجي تشتري بهم نفط، اشتريت نفط خلاص اصبح عندك كذا كذا برميل نفط. الان انت معك نفط، طيب شي تبيع النفط وتشتري بايش؟ بجنيه استرليني. انت ما تشتريش النفط تشتري الجنيه الاسترليني، تضغط بايع على الجنيه الاسترليني خلاص يروح النفط حقك ويجي لك جنيه استرليني، يصبح بيدك جنيه استرليني. هكذا وفي مرونه يعني بعدين تتحول الفلوس لحسابك يعني على طول البنك. يعني في كل عمليه تنفذها اذا كسبت في الصفقه اللي انت نفذتها تسجل لك حساب في البنك اربح، اذا خسرت يختصم من حسابك خسائر. طبعا الشركات اللي تنفذ هذا اللي تسمح لك انك تشتري وتبيع عبر الانترنت هذه محسوم عليك 2% على كل عمليه، ربحت ولا خسرت؟ ربحت ولا خسرت؟ 2% من اصل 1000 دولار ايه من قيمه الصفقه اللي بتنفذها، من قيمه الصفقه حسب المبلغ يعني انت، لان الصفقه هي تكون مثلا انت الان مسموح لك انك تشتري صفقات بقيمه 1000 دولار ايوه 20 ريال لو خسرت 20 دولار بتختصر من حسابك. ففي ناس يعني انا شفتهم زملائي، في ناس صح ربحوا ال 1000 وفي ناس خسروا ال 1000. اي كيف خسرت الالف؟ عمولات. لانك يا اما احيانا خساره يقسموا لك خساره من الالف او عموله. عمولات راحوا ففي كل عمليه انت تنفذها ربحت ولا خسرت هم يقسموا عمولات، فراح على حقه مسكين خسارات وعمولات الالف. ما له بس في ناس زي ما قلت لكم والله عجبتهم سيارات وكرافتات وفنتخات يعني قدهم ايش قال زلمه فوركس زلمه. خلنا هي فوركس هذا خلنا لهم رحنا انا رحت يعني رحت سجلت و بس اشوفهم نسيبهم احنا الساعه 10 في الليل نروح اشتغل من العصر ل 10 في الليل نروح نجي اليوم الثاني هم عندهم بنفس البدله ونفس عندهم جاهزين امام الشاشه والقهوه جنبه وال يرقد هناك يقريه صدر لان 24 ساعه هي ايوه فيعني الشيء لها استمراريه والشيء لها اولا يعني انا اقول لك انهم كانوا معظم اللي كانوا يشتغلوا هذيك الايام اللي تعرفت عليهم انا بتاع نفسي من الهندسه من طلاب الهندسه يقول كيف فيفهموا احسن من طلاب العلوم الاداريه بعض الاحيان. صح الاسس العلمي عند العلوم الاداريه يعني اساس الاستثمار وايش الاوراق وكيف التحليل كيف نحلل المعلومات كيف نشيل الربح، بس اصحاب الهندسه يتفوقوا ما هلوش المهندس عادي التقنيات المهندس عادي ما هلوش كيف يجيبوا الخبر يعني شوف هذه تجاره رائقه الحكم الشرعي حقها ها؟ الحكم الشرعي شرعي ما فيهاش حرام السندات هي اللي فيها حرام شوف انت لا تشتري السندات
لو اشتريت سندات، السندات معروف انه حتى تبحث عن العائد، والعائد حق السند معدل الفائده ومعدل الفائده محرم. فانت اشتري اسهم واشتري لك سلاح حقيقيه، نفط، قهوه، اشتري لك ذهب، اشتري لك معادن. لا تتعامش بال لا تتعامش بالسندات اللي هي مصدر الشغل. اشتري واشتري يعني يبني الله منه تجنب. لا افتى الفقهاء في هذا الموضوع، قالوا لا تتاجر فيما هو محرم، بس الخمر حاجات محرمه. انا اصل في الاشياء السندات، ايوه اصل في الاشياء المباحه ما لم الاتهام. فما ما في مشكله في الفوركس هذه، يعني انتم تقدروا حتى تتدربوا عليها هذه. لا لا اعمل حساب الرحمي على 1000 اليوم هذه. النقاط 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 هي طبعا المؤشرات. شوف المؤشر للسوق، مؤشر السوق مثلا يقول مؤشر سوق تداول، سوق تداول السوق السعودي طبعا، سوق الاسهم السعوديه مثلا 7480. هذا كانت مؤشر سوق الاسهم السعوديه. ماذا عن 7480؟ 7480 نقطه، والنقطه هي 1% من راس مال السوق. يعني مثلا مجموع رؤوس الاموال الشركات المدرجه في السوق مثلا 100 مليار ريال، يجي ياخذ أكبر 80 شركة، لا مش 80 شركة، أكبر شركات التي تمثل 80% من رأس المال، من رأس المال. يعني تعرف في السوق مثلا قد توجد مثلا 100 شركة، 10 شركات تمثل 80-85% من رأس المال، و90 الشركة الباقية تمثل 15% من رأس المال. فأنت تجي تقول العشر الشركات هذه اللي رأس مالها ضخم أنا أتخذها كنقاط مؤشر للسوق، وبالتالي تجي تقول خلاص هذه 7480 نقطة. الآن لما يزيد التداول في السوق وزاد هذا طبعا 1000 7000، لما تزيد هنا رقم الأحد معناته 10 أنا فاهم مئوية، هنا 100 هنا 1000 كيف؟ أيوه يعني 11 100 ألف. فتجي تشوف إذا طلعت إذا طلعت الزيادة في قيمة الأسهم المتداولة 1000 قطعة نقطة. بس طبعا إخلاص 7480 أيوه يقلب هنا 1.81 2.80 ممكن ينزل 79. فأنت تشوف دائما أنه هذا أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، فكل تغير في هذا يسمى نقطة مئوية، يعني أنه 1% تسمى كابيتاليزيشن، اللي هي عملية رسملة الشركات، أي مجموع رؤوس أموال الشركات. هذه المؤشرات هذه. طيب نجي لموضوعنا أو نصلي ونرجع؟ نصلي ونرجع. هو موضوع اليوم موضوع سهل، موضوع نظري. شو الائتمان التجاري؟ أنواعه، صفاته ومميزاته وعيوبه، وما هو الائتمان المصرفي؟ نفس الشيء برضه، ميزاته مزايا عيوبه، وبعدين الأوراق التجارية مزاياها وأمثلة عليها. هذه 5 بناخذهم يعني بوقف ساعة ساعة ونص. أنتوا عم تصلوا ولا لا؟